هنا انظروا ماذا يقول ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وأنا أحيل إلى الطبعة التي حققها شيخنا مشهور حسن حفظه الله. فقال في الجزء الرابع صفحة 521 قال: فإن القربات كلها مبناها على النيات. إذن هل هناك عبادة تتقرب فيها إلى الله ليست قائمة على النية؟ الجواب لا. ثم قال: ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد. إذا الميزان للفعل الواحد الذي يقبل أن يكون عادة أو عبادة، الميزان هو النية. لذا قد يتصدق إنسان بمئة دينار على فقير ويكون قاصدا الشفقة وليس التقرب إلى الله، أو قاصدا السمعة وليس التقرب إلى الله، فهذا لا قيمة لصدقته، بل يخشى أن يكون آثما على صدقته إن قصد مدح الناس. قال ابن القيم: ولهذا لو وقع في الماء ولم ينوي الغسل أو دخل الحمام للتنظيف أو سبح للتبرد لم يكن غسله قربة ولا عبادة. بالاتفاق، فإنه لم ينوي العبادة فلم تحصل له، وإنما لامرئ ما نوى. ثم قال: ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القربة لم يكن صائما. ولو دار حول البيت، أي بيت؟ الكعبة. ولو دار حول البيت يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. ولو أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ينوي الزكاة لم تحتسب زكاة. ولو جلس في المسجد ولم ينوي الاعتكاف لم يحصل له ثواب. فإذا هنا الأمور بمقاصدها. لذا إخواني في الله، ما الفرق الجوهري بين الصحابي والمنافق؟ فقط ايش؟ النية. فقط النية، المقاصد. هذا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وذاك الآخر الصحابي الجليل رضي الله عنه هو الذي يقصد وجه الله عز وجل ولا يبحث عن أي مدح أو ثناء من قبل الناس.